السلام عليكم أساتذتنا الأعزاء، إن شاء الله تكونوا دائما بخير وسلامة وعافية. وردتنا اليوم، وصراحة مو اليوم، قبل كم يوم، عدة تساؤلات حول كيفية عمل محاضرة فيديوية، كيفية تحويل الباوربوينت إلى فيديو وتقديمه للطلاب. بالنسبة للي عندهم محاضرات جاهزة مو مثلي، فالطريقة تكون عبر عدة وسائل، طبعا عبر برنامج باوربوينت، وأكو عدة فيرجنز 2013 2010 2015 ممكن اكو. اللي لاحظته انه ممكن اللي عنده فيرجن 2010 و2013 ممكن يسوي هذه الطريقه، اللي هي اما عن طريق سلايد شو او عن طريق انسرت. نجي عن طريق الانسرت اللي هو اوديو ريكورد اوديو، نسوي ونبدي بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، محاضرتنا اليوم حول كذا 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 وهكذا، نخلص تنسد تصير على شكل ايكون. هذا الايكون باي مكان ممكن اخليه وبيه تفاصيل هواية. اجي ابوع الحكي اللي انا حكيته اسوي على هالشكل، زين. هاي بالطريقة الاولى، كل سلايد اجي هذا اسوي الانسرت، هذا اسوي له غير ناريشن اند توك، يعني غير تعليقات، هذا غير شيء، هذا غير شيء، اجمعهم بالبدايه وبعدين اكملهن، اسويهن سيف. السيف لازم عن طريق شكل معين وليس كما يحلولكم، سيف لازم سيف از وليس سيف، وادور على المكان اللي اريد اخلي بيه الفايل مالتي، واهم شيء انه ما اخلي عن طريق الباوربوينت برزنتيشن، بهالحاله راح يظهر على شكل باوربوينت اعتيادي. لازم السيف يكون عن طريق امبيك 4 فيديو، اوكي، بعدين سيف ينتهي الموضوع. هذا طريق اول. الطريق الاخر اللي ممكن ايضا اتبعه لاجل هيجي داتا وهيجي معلومات اسويها، اجي عن طريق السلايد شو. السلايد شو بي ريكورد سلايد شو. انا شو اسوي ريكورد سلايد شو؟ either recording from the beginning or recording from the current slide. احنا بعدنا هسه حاليا نقول بالله هسه احنا ثاني سلايد، نقدر نمشي وضعيتنا ثاني سلايد او اول سلايد، ارجع اوكي. اجي سلايدنج فروم ذا بيجنينج اور سلايدنج فروم ذا كارنت. نجي على البيجنينج، لازم يحتوي انيميشن تايمينج الى بي على مكان يصير بي التصوير، تسجيل التصوير، والناريشن تعليق، انك كتابه، ليزر مؤشر، امشيها. ابدي ستارت ريكوردينج، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، محاضرتنا اليوم راح نقدم لكم اياها تاريخ مارتش 2020، محاضرة فيديوية حول كيفية العمل على عمل محاضرة فيديوية. لي جوه اكو فد اسطور ونقاط، اخذ مثلا ليزر بوينتر واجي محاضرتنا حول كذا كذا، اذا انا اريد اشر او اريد اسوي قلم يكتب، هذا القلم اللي هو بهاي التفاصيل، او اذا اريد اسوي غير سوالف. وان شاء الله ومن انا اكمل اسدها اطلع بالاكزيت كلوز، خلصت هاي المحاضرة مالتي بهالطريقة. أما هذه الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية، نفس الحالة السيفينج أيضا عن طريق سيف آز، وأجي على البراوزينج وأنزلها، بس مو على شكل باوربوينت، أنزلها على شكل أمبيك 4، وإن شاء الله الله يسهل على الجميع، وإن شاء الله صحة وعافية وسلامة، واللي عنده ملاحظة أو استفسار أنا أيضا حاضر. بالسلامة إن شاء الله.